عليكم ورحمة الله. اليوم ما نتواجد بنادي السجن في مدينة القنيطرة. نقول لكم هذه المباراة تم النهائي دوبلات ما بين دوبلات يوسف صغير وحسن صغير كونتر دوبلات رشيد الميموني ومنير الميموني. هذه الجولة الأولى السفر لمثلي ما بين الثنائيتين. هذه الجولة الأولى. برافو حسن تربح البوان. نعطيكم تشكيلة الثنائيتين. دوبليت رشيد الميموني كيلعب مع الأخ ديالو منير الميموني، ودوبليت يوسف الصغير كيلعب مع حسن الصغير. تميز هذا الدوري بحضور لاعبين المهجر بالديار الأوروبية والديار الأمريكية. الآن حسن صغير في محاولة باش يربح الكوة. محاولة ديال حسن تمشي ناقصة. مازال الكوة عند دوبليت رشيد الميموني ومنير. الجولة الأولى كما قلت من الدوري الودي الذي ينظم نادي سي جي بي كا هنا بمدينة القنيطرة بمناسبة تربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نسأله الله على عرش أسلافه المنعمين. المباراة تتلعب على 13. المحاولة ديال الصغير تنظن ما تيربحش البوان. باقي البوان عند دوبليت رشيد الميموني. ضربة ديال رشيد الميموني. مين انيلي ولكن باقي عندهم جوج كرات، كرة عند رشيد الميموني وكرة أخرى عند منير الميموني. إذن جوج نقاط لصالح دوبلات الإخوان الميموني. الكرة الأولى ديال منير الميموني تربح بها البوان. الآن الدور ديال حسن الصغير. محاولة. برافو حسن تربح البوان. برافو رشيد الميموني تضرب كرة. مرة أخرى حسن محاولة باش يربح الكرة. برافو ولكن تمشي كرة قليل من الحد، تمشي شوية بعيد. الدور ديال يوسف الصغير. برافو يوسف الصغير تيضرب كرة وكتبقى كورته محسوبة. مرة أخرى منير الميموني في محاولة باش يربح الكرة. برافو
وادي الميموني كاين شي شويه بعيد. الميموني الميموني تير بحال بوا ندور مره اخرى ديال الحسن. الكورة ديال الحسن صغير كتبقى شوية ناقصة. الحسن الصغير فهو من لاعبين ديال الكرة الحديدية بالطيارة الأمريكية. برافو الصغير تيضرب كرة. برافو رشيد الميموني تيربح البوا مرة أخرى. الدور ديال يوسف الصغير اللي غادي يضرب كرة. كرة ديال يوسف الصغير تديرها لاكاس. برافو الصغير تيضرب كرة تيبعد الكرة. عند الدور ديال منير ميموني برافو منير تيربح الكرة. مرة أخرى الصغير غادي يضرب كرة. برافو الصغير كتبقى كرة بصعوبة. عندو ديال رشيد ميموني اللي غادي يضرب كرة. كرة ديال رشيد ميموني تمشي ضائعة. المونير الميموني تنظن ما كيربحش البوا بالفعل، ولكن تيهرس. الدور ديال رشيد، الكرة ديال رشيد كتبقى ناقصة. برافو رشيد تيربح البوا. الكرة الأخيرة تيربح بها البوا. إذن دوبليت الميموني مبقاش عندهم حتى كرة، في حين دوبليت الصغار باقيين عندهم أربعة الكرات. برافو الصغار تيبقى كارو، بقى كرتو محسوبة. هاندو ديال الحسن في إضافة النقاط. Thank you.
عشرات نقاط في الأرض. إذا ثلاثة كاينين نشوفوا الرابع، الرابع يكون في العبر. صراحة الفضاء جميل وجميل جدا هنا بالمنطقة ديال بنادي السيجي بيكر، صراحة فضاء جميل. تعرف مشاركة 16 دوب ديال 16 شهرية مختلف النوادي والأسرة المنضوية تحت لواء الجامعة الملكية المغربية للكرة الحديدية. المناسبة هي تنظيم دوري ودي، مناسبة ترك وصية الجلالة الملك محمد السادس على عرش إسلافه الملاعب. النتيجة فهي 4-4، 4 دوبلات يوسف صغير حسن صغير، 4 دوبلات رشيد الميمولي ومنير الميمولي. ما خايباش ما خايباش، مشات شي شويه ولكن مزيانه ما صفاتش. برافو منير الميمولي تيربح البوان. صافا حسن برافو، برافو. الكرة الثانية ديال حسن تيربح بها البوان. انطو ديال رشيد الميمولي راه يضرب كرة. برافو رشيد الميموني كيصلح الكرة تبقى محسوبة. النتيجة فهي 4-4 ما بين دوبلات الصغير ودوبلات الميموني. برافو الصغير تيضرب كرة. الدور ديال منير. برافو منير تيربح البوان بشكل جيد. مرة أخرى يوسف الصغير، محاولة ليوسف الصغير لغاية يضرب كرة. برافو يوسف الصغير تيستعطي بشكل مع الكرة. منير الميموني برافو تيربح البوان. الدور ديال يوسف الصغير غادي يضرب كرة. مرة أخرى يوسف الصغير تنجح في إبعاد الكرة. Thank you.
محمد الرشيد الميموني. من الدولي الحسن اللي غادي يضرب كرة. محاولة للحسن تمشي دائرة. كما تأكدوا من المسافة ما بين الكرة والهدف لكل ثنائي. النتيجة الآن تتغير، تصبح 5-4، 5 عند دوبلي ميموني، 4 عند الصغير. فزت الكرة ديال الحسن، تيبقاو ناقصين. صغير تمشي شويه بعيد. المباراة فهي تتلعب على 13، يعني حسب قانون اللجنة المنظمة. النتيجة فهي 5-4، 5 عند دوبليت ميموني، 4 دوبليت صغار. رشيد ميموني غادي يضرب كرة. برافو رشيد ميموني، تيحيد الكرة تنتفكك.
محاولة ديال منير الميموني في إضافة النقط. برافو منير، تهدف نقطة ثانية. الكرة الثالثة غداء. الكرة الثالثة ديال منير الميموني تمشي ضائعة. باقي جوج كرات عند رشيد. برافو رشيد الميموني، كهدف نقطة ثالثة. ديال رشيد الميموني كتبقى ناقصة، إذن إضافة ثلاثة نقاط، كتصبح النتيجة 8-4، 8 دوبلات رشيد الميموني ومنير، 4 دوبلات يوسف الصغير وحسن الصغير. السلام عليكم. النتيجة فهي 8-4، 8 عند دوبلات ميموني، 4 عند دوبلات الصغير. برافو حسن، تربح الفوان. رشيد الميموني غادي يضرب كرة. برافو رشيد، تحسن تركيز على الكرة. إذن البوان عند دوبلات الميموني. الصغير غادي في محاولة، غادي يضرب كرة، يعني بولا صوتي. برافو الصغير، تيحيد الكرة. الكره ديال منير الميموني واخا ماشي ربح البوان، ولكن الكره داخلة في اللعب. هاد
عطاو ديال رشيد الميموني اللي غادي يضرب الكره. برافو رشيد الميموني تيستطيع باش كيباع الكره. صغير تيربح البوان، طريقة جميلة تيستطيع باش كيربح البوان. عنطو ديال رشيد الميموني اللي غادي يضرب كرة. برافو رشيد الميموني تيبعد كرة. مرة أخرى الصغير كرة تيربح البوان مرة أخرى. وكاين هنا بعد شوفوك اذا موني الميموني غادي يضرب على البوان. برافو تيضرب ميموني تخرج كرة. اذا اضافة نقطة اخرى لصالح دوبليت ميموني كتصبح نتيجة 9-4. برافو حسن تيربح البوان. النتيجة فيها 9-4، تسعود عند دوبليت الميموني، 4 عند دوبليت الصغير. مرة أخرى رشيد الميموني تينجح في إبعاد الكرة. برافو حسن مرة أخرى تيربح البوان. الآن حسن عاد دخل في اللعب. مرة أخرى رشيد ميموني تبدأ كرة. محاولة ديال منير ميموني
الكرة ديال الليموني الليموني برافو تي ديال الكرة زوينة داخلة في اللعب ولكن البوان باقي عند دوبلي الصغير غادي ندوز الصغير في هادشي بعيد لأن الضغط ديال يوسف الصغير غادي يضرب كرة برافو يوسف الصغير تيضرب كرة جوج نقاط إضافية كتسمح نتيجة تسعود تسعود مقابل ستة تسعود دوبلات الميموني ستة عند دوبلات الصغير برافو حسن تيربح البوان الدوري هذا كيعرف مشاركة مغاربة العالم في رياضة الكرة الحديدية كيعرف الدوري حضور أسماء تلعب للدية الأوروبية كاين عزيز فاروق مصطفى فاروق سليم قناو منير ميموني يوسف توبان
نحضر كذلك متفرج اليوم رغيبي كعرف كذلك الدوري مشاركة أبطال مغاربة رشيد الحبشي ومحمد أجواد يوسف صغير برافو يوسف صغير تضرب كرة كما قلت كيشارك أبطال مغاربة إذن جولة ملغات تبقى النتيجة على حالها 9-6 برافو منير نيموني تيربح الكون واش لعبوا سوق الارض غدا لك هو واش كاين الصوت كاين الصوت الصغير غادي يضرب كرة يلا حيت غنلعب لك هو صوتر صافي ها هو هاكا البطل هاك برافو الصغير تيضرب كرة تلقى كرة محسوبة صافي داز تما غدا مع الدكر كيصوت راه ندور للرشيد الميموني كرة ديال رشيد الميموني جاتشي ضائعة ولكن تيقمش بكرة تيبعد على البوشون المونير الميموني كتبقى ناقصة الكرة الثانية تيربح البواه مرة أخرى يوسف صغير برافو الصغير تبعد كرة برافو محاولة جميلة لرشيد الميموني تيضيف كيلعب بولا بول يعني كرة حدا كيلعب مع الكرة ديالهم ندور للحسن راه يضرب كرة برافو حسن تيضرب كرة كيضرب على ثلاثة شكون جالسين؟ سيرتو في السماء.
إذن إضافة نقطة واحدة كتصبح سبعة عند يوسف صغير وحسن صغير سعود عند دوبلت رشيد ميموني ومنير الميموني يعني سعود مقابل سبعة محاولة ديال منير ميموني ولكن ما جابش بها البوان الكرة الأولى ديال موني ديال رشيد ميموني تمشي ضايعة رشيد ميموني تيضرب بوشون اذا مين انولي تتبقى النتيجه على حالها سعود مقابل سبعه اذا النتيجه كتبقى على حالها سعود مقابل سبعه سعود دوبلت ميموني سبعه عند دوبلت صغير ولادي الحسن برافو تيربح البوان برافو رشيد تيضرب كرة برافو حسن تيربح البوان محاولة جميلة ديال منير الميموني ولكن ما تيربحش البوان الكرة كتكون لعبة الكرة سو لعبة ولكن البوان باقي عند دوبليت صغير Thank you.
دوبلت ميموني، في حين دوبلت الصغار باقي عندهم 4 كرات. رشيد ميموني تمشي رائعة. آخر كرة عند منير الميموني. برافو منير، تربح بها البوان. ضربه ديال اليوسف الصغير تيخرج بها جوج كرات. إذن يوسف الصغير غادي يضرب كرة. إذن 3 نقاط إضافية لصالح دوبلت الصغير. أصبح النتيجة 10-9. إذن النتيجة فهي 10-9، 10 عند دوبلت الصغير، 9 عند دوبلت الميموني. هذه الكرة الأولى ديال حسن تيربح بها البوان. Thank you.
ديال رشيد الميموني في الدار. برافو رشيد، تضرب كرة وتلقى كرة محسوبة. لأن يوسف صغير غادي يضرب كرة، برافو يوسف صغير، تستطيع باش تبيع هاد الكرة، الدور ديال منير الميموني. برافو منير، تيربح البوان. محاولة ديال حسن، برافو تيربح البوان. برافو يوسف صغير، طريقة جميلة، تيربح البوان. الدور ديال منير الميموني اللي غيضرب كرة، كرة ضائعة.
اضافه نقطه واحده كتصبح النتيجه 11 مقابل 9 11 دوبلت صغار 9 دوبلت ميموني برافو منير تيربح البوان مرة أخرى حسن برافو حسن برافو حسن تيربح البوان رشيد ميموني اللي غادي يضرب كرة برافو رشيد تضرب كرة مرة أخرى حسن تيربح البوان برافو رشيد تيستطيع باش كيبعد الكرة صغير تيربح البوان ديال منير ميموني تضيع غادير يربول محاولة للميموني منير بربح القوة برافو منير تيربح القوة الآن دور ديال يوسف الصغير اللي غادي يضرب كرة بقى الكرة واحدة عند رشيد الميموني بقى الكرة واحدة عند يوسف الصغير
راجل رشيد ميموني صداع. اذا يوسف صغير عنده 11 و 12 في الارض الى زادها تيربح المباراه. الكرة ديال المباراة عنده في يدو. إذن لا بول دو جو يعني عند يوسف صغير. إذن تنتهي المباراة بفوز دوبلت يوسف صغير حسن صغير على دوبلت رشيد ميموني وموني الميموني. شكرا لكم وإلى اللقاء وفرصة قادمة بحول الله.